السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة على قناة كويزين نعيمة. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هاد رولة ديال الدجاج بالشاركوتري. كانت حصة درناها في الأكاديمية مع البنات، تبارك الله عليهم، كنشكرهم هاد المنبر. فكيف قلت لكم رولي مع خضرة سوطي صوص بلونش والروز مشارية بطريقة سهلة، يعني ما غاديش نشكرها ليكم حتى تجربوها ان شاء الله على طريقه الفنادق الكبرى كتقدم. فاول حاجه غنخليكم مع البنات وطريقه تحضير هاد رولي. اول حاجه غنبداو بها هي الكفته. عندنا هنا كيلو ديال الكفته، غادي نديرو معلقه صغيره ديال سكينجبير، غنديرو الملحه، زيدي شويه الابزار. مريم أرين هذه سم الثلاجة، عفاكي البزار، زيدي شويه الدنيا السكينجبير بالي حتى واقلي، زيدي شويه ايه، معلقه صغيره ديال الهريسه، زيدي زيدي شويه الهريسه ايه. غنديرو هنايا عندنا يا خمسه الصوص ديال الثومه، غنخلي دنيا تحكها وندوز عند دليله. اشنو كديري هنا؟ هنا كاين الزبده، الزيت، الشعريه ديال السفره اللي غتحمر مزيان تعطي هذاك اللون المعروف، غادي نزيدو عليها زلافه ديال الروز كلاسي والملحه. والملحه هنا غنسمو غير بالملحه، غير بالملحه، ما نديرو لا بزار لا حتى حاجه، الملحه بوحدها هي هاي باش كتولي لينا قهويه. كتولي قهويه صافي. ملي غنديرو الملحه والروز غنمرقو بالماء يكون سخون، ياك سخون او نخليوها طيب. طيب تبارك الله عليك يا دليله، شكرا من فضلك هذا الشيء. الله يرضي. اييه دابا تحمرات دليله، زيدي الروز، زلافه ديال الروز اييه. ايه انا جاي عندك دنيا، صافي نحرك واحد شويه ونمرقو بالماء يكون سخون والملح. غادي ندير الملح دابا، اييه دابا دليله شنو غتزيدي؟ دابا غنزيد الماء وغادي نخليها طيب. الماء راه سخون كيف قلنا، الماء سخون ونخليها طيب حتى ينشف، واذا طاب وما نشفش لينا الماء كامل نقدروا نصفيوه. اييه صافي دابا ندوزو عند دنيا. دنيا فين وصلتي؟ هنا غتزيدي 4 ديال الكيري، ياك 4 فرماج كيري، غتحكي لينا الثومه. كيف قلت لكم الا عندكم الثومه مكسكسه حكوها، ديروها ديرو معلقه، ما عندكمش ديروا ديك الطريه. حكي دنيا صافي. هي غنزيدو القزبر والمعدنوس، اه صافي وغتخلط. خلطي كنخلطو مزيان حتى تنسجم لينا هاد بلاتي دنيا، حتى تنسجم لينا هاد العناصر مزيان، ونوريكم المرحله المواليه ان شاء الله. بعد ما خلطات الكفته غتزيدي بيضه، ياك دنيا اييه، وغنخلطو مزيان صافي. بعد ما سرحنا العجينه ديالتنا على هاد الشكل هذا صافي، غادي ندير دنيا هاكي ديري جونبون فومي هنا فوالا. زيدي بلاتي دنيا، زيدي شويه باش فوالا. نزيدو هنا، غادي نزيدو فخوماج ديال شيدر، هاد المربعات غنديرو فوق منو صافي. هنا فخوماج ساندويتش ديال شيدر، درنا شاد لانه بنين. وهنا تقدروا ديروا القرقاع والعنب او ديروا الزيتون ولا الخضره مخلاه، كيبقى لكم اختيار، او لي زيبيناغ. حنا غنديروا هكا دنيا،
بالطول. تبارك الله عليك دنيا. صافي هنا كيف قلت لكم ديروا انا غندلوي وممكن نحيد انا هاد الفاكهات. غندخلو الفران يطيب، نشعل عليه غير من التحت ونخليه يطيب وغن اخا مشكل دليلة اجي تصوري انت اجي ماشي تصوري انت اجي تيباني كله حقه شوية اللي كيف اللي خدا حقه يدبع هي شوية تصوري تكزيني شوية هنايا ايوه فين فين لا تمزيها تمزيها حليمة خلي الكتبة واجي تشوفي هذا هو المهم حليمة حليمة حيدي واخا ديري فيديو ماشي بحال تشوفي بعينك استاذ بالله الله يحفظك غدا غير نمس هاد باش ديري فيديو فهمتي غير نمس ليلى قربي غير عندي دغيا دغيا وحاجه وجهي عادي انا راه غنلحق دليلة لا دليلة ما غاتبانش دليلة صراحه درت في قلبي قربي قربي انا حيت خرجت الوقت صافي بعد ما بعد لازم نشوف هذا روبي تاعي هذا ندير دنيا هاكي ندير حليمة هذا هو المهم هنا سيدة حلت سبعة وانا بقى هنا ايش بصي اخرى باغي ندير لكم القرقاع والعنب ولا ندير لكم الزيتون زيتون زيتون اش بان لكم ولا اللي بان لكم اللي بغيتو حنا اللي موجود ديري ما عندناش موجود تنقولوا بعد الثومه القرقع باقي عندكم البارح صافي ديري لينا هذه احسن نديرو الزيتون صافي هنا الفرماج كومبليش ديال الشيفه الفرماج لانه بنين وهنا تقدروا ديروا القرقع والعنب او ديروا الزيتون ولا الخضره مخلاه كيبقى لكم اختيار او لي زيبينا حنا غنديرو هكا دنيا بالطول وهذا هو الشكل النهائي ديال الرولي ديالنا قدمناه مع صوص بلونش بالشامبينيون خضره سوطي مع الرز بالشعريه طريقه سهله كنتمنى انكم تدعموا القناه ويعجبكم وشكرا لكم.